جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يقول: سميح عواد سويلم من جمهورية مصر العربية ويعمل في الأردن. حين بعث الرسالة يقول: أسأل فضيلة الشيخ عن الدعاء للميت، لأنني في كل صلاة أدعو لوالدي المتوفى وأقرأ له الفاتحة في كل صلاة وأدعو له وأقول: يا رب اغفر له وارحمه 3 مرات، وقبل وفاته حملني أمانة أن أعمل له ختمة، وهو قد توفي في أول يوم من شهر رجب، وأنا في كل عام من هذا الشهر أرسل إلى المنزل أن يعملوا له سنوية بحضور مقرئ القرية وأحيائها بتلاوة القرآن الكريم بدون مكبر صوت. الرجاء الإفادة عن هذه السنوية، أهي بدعة أم جائزة؟ جزاكم الله خيرا. أما دعاؤك لوالدك هذا أمر مشروع، وجزاك الله خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الاستغفار للوالدين وللمؤمنين بعد الاستغفار للنفس، والدعاء لهم بعد الدعاء لنفسه، هذا أمر مشروع وفيه خير كثير والحمد لله. وأما قراءة الفاتحة فهي بدعة، لا يقرأها الإنسان لنفسه ولا يقرأها لغيره، لأنه لم يرد في قراءتها دليل على أنها تقرأ للورد أو تقرأ للأجر والثواب، وإنما تقرأ في الصلاة. قراءتها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وهي أعظم سورة في كتاب الله، ولكن لم يرد أنها تقرأ للورد أو للأجر أو على أرواح الأموات، كل هذا من البدع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إنما الذي يقرأ للورد هو آية الكرسي، سورة الإخلاص والمعوذتين، هذا الذي يقرأ للورد والحفظ من الشيطان، ويقرأ للرقية أيضا. الفاتحة نعم تقرأ للرقية، وهي أفضل ما يرقى به، أفضل ما يرقى به المريض، فهي رقية تقرأ على المريض، يقرأها الإنسان على نفسه ويقرأها على غيره للاستشفاء بها من المرض، فهي رقية عظيمة. وأما عمل الختمة للميت فهذا بدعة لم يرد به دليل، لا من كتاب ولا من سنة. عمل الختمة وجمع المقرئين وصرف الأموال على هذا كله لا يجوز. والذي ينبغي لك أن تتصدق بهذا المال الذي تصرفه على هذه الختمة، على جمع المقرئين، أن تتصدق به على المحتاجين بنية أن ثوابه لوالدك. والصدقة عن الميت مشروعة وفيها أجر وثواب إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولما سأل سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن أمه الميتة، قال له: تصدق عن أمك، هذا هو الذي ينفع الميت. أما عمل الختمة وجمع المقرئين فهذا عمل مبتدع ليس فيه أجر، وإنما فيه إثم على من فعله إذا فعله وهو عالم بعدم مشروعيته. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما سماه بالسنوية شيخ صالح، الترتيب بالسنة أو بالأسبوع أو بالشهر، هذا يحتاج إلى دليل، ولكن يتصدق لميته في أي مناسبة تيسرت وحاجة عرضت، لا متقيدا بأسبوع ولا بشهر ولا بسنة، ويدعو له كذلك في أي مناسبة حصلت له. نعم. جزاكم الله خير.